بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تتميما وتكملة لسلسلة الفيديوهات حول التغذية. كما درناكم في الفيديو السابق كيف صناعة عجينة بدائل كاندي، اليوم راح نغضوا النحل بها ونوريكم الطريقة كيف نغضوا بها والفوائد تاعها والفرق بينها وبين الكاندي والمحلول السكري. اول حاجه لازم يعرفها النحل يكون يعرف معنى، يعرف مجتمعنا. الحاجه الوحيده اللي لازم عليه باه يعرفها هي لماذا نستعمل الكاندي ولماذا نستعمل المحلول السكري. المحلول السكري نستعمله احنا لكي يتغذى به النحل ويقوم بتخزينه للشتاء وتغذيه الملكة واليرقات، إنتاج الغذاء الملكي. أما الكاندي أو هذه المربى التغذية الجديدة نمدها للنحل فتعتبر غذاء يومي، غذاء يومي ما يخزنهاش. لا نمدها له، ما نمدها لهش في الربيع ونمدها له في الشتاء. في الشتاء تتغير، كاين تغير في المناخ، صباح الشمس، في منتصف النهار تلقى امطار، في الليل ثلوج. علاه نمدوها له هكذا؟ باه النحل ما يخرجش يسرح وما ياكلش المخزون السكري تاعو. حنا نبدو نقدموا له هذه العجينه على باه الاستهلاك اليومي والمحافظه على الخليه او الطائفه. هذه لازم كل نحال يكون يعرفها، يعرف الفرق بين الكاندي والمحلول السكري. ودوك نمر لكم الخليه كيف راها. هاو ديك الخليه ما شاء الله، نجيها من الجهه ديالها اليمين تاعها. هذا المحلول السكري، شوف فيه خزنو المحلول السكري. حبوب اللقاح، هاي خدنا تخرج خدنا اللي راح نخرج. شو كاين؟ ها البيض، تحفيز حفزو الملكة وخوتي اللي بغى يطلع على المكونات تاع العجينة، رانا نزلنا فيديو كيفية صناعتها. صندوق ما شاء الله، وقد راه ساعدتنا الاجواء هذه الايام رغم شح الامطار وراه، بصح ساعدت النحل على الرعي كانه راه في فصل بدايه فصل الربيع. هذه خليه متوسطه ماهيش، هاي الطريقات كيف تمدها لهم. وري لهم المعجون. ها هو المعجون، ها كما وضحنا لكم في الفيديو السابق، ها مثلها مثل كاندي، ديروها في الغداية. سي بون، وش نقول لكم خوتي، دعمونا وراه دائما كاين جديد. والحاجة اللي نعرفوها كما رانا نقول لكم دائما جربوها، الحاجه اللي راني نقولها لكم جربوها. مانيش عالم انا ولا اللي خلقت النحل ولا انا اللي نقول لكم تاع النحل، جرب يا اخي. انا جربت المعلومه هذه اللي يكون في علمكم، عطاها لي اسباني. في اسبانيا يوكلوها هكذا في فصل الشتاء، سيدها عندي نجحت، راني نوكل بها وراني نوريها لكم. زيدوا سيوها بالك ما تنجحش عندكم، اعطونا السلبيه تاعها. رانا كامل نتعلموا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.